معانا تليفون من منى، اتفضلي يا منى. مساء الخير. اهلا، مساء النور، مساء النور يا اتفضلي. فندم. اهلا اهلا بيك، وسهلا. اتفضلي يا منى. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. اسالك سؤال يا دكتور، انا شايله المراره والبريت قطع، هل تمام. دول بيزودوا الوزن؟ هقول لحضرتك هي لها علاقة طبعا، بس لو في تنظيم غذائي وفي توعية لموضوع شيل المرارة ما بيبقاش في زيادة في الوزن خالص. تمام. حضرتك سنك قد ايه دلوقتي ووزنك قد ايه؟ 54، الوزن كام؟ يعني 85، تمام يا فندم، اجاوب الطول على حضرتك، 155. اجاوب على تمام، حضرتك. تابعينا حاضر. يا منى، شكرا ليك، اتفضل يا دكتور. غدة المرارة طبعا يعني من الحاجات المهمة جدا، بتبقى وسيط كده ما بين الكبد والأمعاء، يعني بيتخزن فيها العصارة اللي هي الصفراوية، واللي هي مسؤولة عن تكسير الدهون وعدم امتصاصها للجسم بشكل كبير. لما بيحصل ان تستأصل المرارة لسبب او لآخر، سواء تكون حصوات او سواء اي مشاكل التهابات متكررة او بيبقى في دايركت اكسس او يعني وصل مباشر ما بين العصارة الصفراوية من الكبد للأمعاء، فده بيبقى فيه فترة ديليد او تأخير شوية. لو حضرتك الجراح في اول شهر ابتدى ينبهك لطريقة اكل بيبقى مش هنقول خالي من الدهون، قليل جدا من الدهون، الجسم بياخد فترة لحد لما بيتعود على اللي هو الباسج او المرور الطبيعي من الصفرة للأمعاء، وبالتالي بيحصل عدم امتصاص للدهون بشكل كبير. شيل المرارة بيأثر على نزول الوزن الى حد كبير، لو كان البرنامج فيري ليو كالوريك يعني شديد الانخفاض في السعرات، او برنامج عشوائي، او برنامج مش تحت اشراف طبي، للاسف بيبقى نزول الوزن ضعيف شوية. لو البرنامج مع متخصص بيديلك نسبة عالية جدا من الألياف، بيهتم جدا بمنتجات الألبان، بيهتم بالدهون الأحادية عديمة التشبع اللي هي يعني ما يعني بتتكسر أو لا تمتص بطريقة مباشرة زي الدهون المشبعة اللي موجودة في السمن النباتي والدهون المهدرجة وهكذا. فالبرنامج بيختلف على حسب خبرة الدكتور المعالج، ونزول الوزن بيبقى عادي جدا سواء شايل المرارة أو مش شايل المرارة بناء على البرسكريبشن أو الوصف بتاع برنامج التغذية. كون ان هي الدوره الشهريه انقطعت عندها، للاسف بيحصل برضو تناقص في افراز الهرمونين المهمين جدا، البروجسترون والاستروجين، وده طبعا بيغير كميه الدم بشكل عام وبيقلل بطريقه او باخرى معدل الحرق، ولكن ده ممكن نستعيد عنه بعض الحاجات او بعض ايه بقى يا دكتور؟ الاكلات. لان كتير من السيدات اللي هم بيكونوا فوق ال50 وفعلا بيكونوا دخلوا سن اليأس بيفقدوا العناصر حضرتك بتقولها، فبيبقى تمام. الحرق عندهم ضعيف جدا وبيعانوا، بيحاولوا يعملوا انظمه دايت كتير، ما وزنهم بيقول لك انا وزني ما بيقلش، للاسف اعمل السيدات ايه؟ دول اعلي الحرق ازاي بقى يعني؟ للاسف السيدات دول يعني بيكبروا في السن وبتفضل معاهم عاداتهم الغذائيه مرتبطه بيهم، تمام. يعني نفس النمط التغذوي، نفس طريقه الطبخ، نفس العادات بقى والحفاوه الاسريه والمائده والتزاور والحلويات والمحشي، نفس العادات الغذائيه للاسف بتفضل مرتبطه معاهم، فبيبقى انقطاع هرموني مع نفس عادات غذائيه قد تكون وهي في سن قبل الدوره الشهريه بتتحرك اكتر، فما كانش معدل مؤثر فيها قوي ولكن بالظبط بعد كده اثر فيها بالظبط، اكتر. فمع تمام انقطاع الهرمونات للاسف معدل الحرق بيقل شويه، وبالتالي تمام بيفضل نفس النمط التغذوي بسعرات عاليه، وده طبعا اوكي بيتحوش دكتور. لدهون. احنا السن ده بالذات عايزين نديله نصايح كويسه قوي، لان هم فعلا بيعانوا زي ما بقول لحضرتك، وانا تمام سمعت شكاوي كتير جدا عن الموضوع ده، بس تمام انا